اسمي بشرى محمد ظاهر، مواد 2001، دراسة خامس أو سادس ابتدائي بس ما مكملة تركتها. حويجة كركوك. والله من الطفولة كانت أختي ترسم بس هي تركتها، فأني دحج عليها وأرسم. بديت أرسم يعني ما تركتها. رقية ليث محمد، مواليد 2005، صف الثاني متوسط. بديت يعني برسم هواية، جتني هواية قمت بديت أرسم. بديت أرسم بالمناظر الطبيعية، بعدين اكتشفت أني أقدر أرسم يعني كل شيء. بصراحة ما حد علمني، يعني أنا تابعت نفسي وبديت أرسم. أهلي وقفوا وياي، دعموني هما. ماكو دعم حد الآن، رسوماتي أطول بين 3 أيام هيك يعني. فأجيت لهنا يعني أحاول أرسم وهيك تتطور موهبتي. رقية أم رسامة، نرسم سوا هينا نقعد. حلمي إني أوصل الاحتراف، يعني رسمين شهر هيك يعني بالبيت، يعني أقعد وأرسم. فكرتي من الرسم هي مناهضة العنف ضد المرأة. شاركت في معرض واحد في قضاء الحويجة، عدد اللوحات هي 7. أمنيتي إن لوحاتي تصل إلى العالم. طبعاً أحتاج إلى دعم لموهبتي، لأن لحد الآن ما حد دعمنا. الرسم رسالة، وإن شاء الله رسالتي توصل بصورة صحيحة.